أول شغلة خسرت أبوي، وبعدين خسرت دراستي 3 سنين، وخسرت بيتنا كنا قاعدين بيه، يعني كلنا كنا قاعدين ومبسوطين. الطريق كان كتير صعب وشوك وشرطان، وكنا كتير خايفين. حبيبتي ما تقدر ترد تنبطح، ترد توقف، وداخت ووقعت وقالت روح معفون يموت. قلنا لا يا نموت كلنا سوا، يا نعيش كلنا سوا. هي راح أبوي، صارنا 6 سنين قاعدين بالخيمة، وظلت نقط علينا مي. أنا المدرسة هي حياتي، وأنا بحبها كثير، وأتعلم بيها وأقرأ وألعب مع رفقاتي، والشي اللي ما بعرفه رفقاتي علمني إياه، ولأن ما يعرف إنه أعلمه يعني. كان يعلمونا على الغام وعلى الأخطار ورفيع، حتى بالحرب خسرت رفيقتي أسماء، وعمل ما راحت على المساحة وما سمعت كلمة المساحة، راحت فكرت هاي القنبلة طابة شلت هاي طبتها على الأرض، وإنها متفجرة بيها وإنها ميتة.